على الرغم من توجه الرأي العام العالمي إلى نبذ وتجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ودخول معظم التشريعات الوطنية والإقليمية على هذا الخط، غير أن نسبية المفاهيم خاصة الإرهاب بين قوسين فتعريفه يختلف باختلاف البلد صاحب التشريع. فالإرهاب في الولايات المتحدة مثلا له مفهوم يتمثل في دول محور الشر كما كان يقول جورج والكلبوش سابقا، دول الستة زائد واحد، والجماعات الإسلاموية المعادية لأمريكا، تعمدت هذا المصطلح، الإسلاموية وليس الإسلامية. وفي البلدان العربية فالمفهوم يصبح جماعات متطرفة معادية للأفراد وذات خلفية عقائدية ومعادية للأنظمة الحاكمة، كما أنه بالنسبة لتمويل الأموال فإن معظم الدول تضمر ما لا تظهر، فهي تجرم الأمر في العالم لكنها تستضيف رؤوس أموال قذرة مثل ما يسمى الجنات الضريبية، أو بين مصطلح آخر الملاذات الضريبية en français c'est les paradis fiscaux، وتحت مسمات شركات الأوفشور، هذه الشركات التي يفتحها أشخاص بهويات مستترة في بعض البلدان المختلفة مثل بنما، ستراسبورغ، لوكسمبورغ، دبي، ليبيريا، لبنان بشكل أخف، على هوية أصحابها، ما يمثل تقويضا للجهود العالمية والمحلية في مكافحة هذه الجرائم. في إطار الأيام الدراسية المنظمة من قبل مجلس أعضاء الجزائر مجموعة من الجرائم ولا من الإشكالات القوانين الجديدة جرى المشرع الجزائري في صدد تعديلها وإضافتها للترسانة القانونية الجزائرية، منها الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالبشر، جرائم المنظمة. اليوم هذا اليوم حيكون ختام لهذه الايام الدراسيه، وحيكون زعما شغل عباره على الفوائد اللي حيتحصلوا عليها من تلك الجرائم، كيف راح نكافحوها مهما كان واحد حيرتكب جريمه تاع التجاره بالمخدرات او الجرائم المنظمه، راح يتحصل على اموال غير شرعيه، اموال هذه غير اموال غير مشروعه، واش راح يدير بها؟ راح لازم يدخلها للسوق، لازم يقلب لها هويه نتاعها شرعيه ومصدر تاعها مشروع. مشرع ولا على غرار باقي المشرعين راحوا كامل باش يجرموا هذا المنظوم، هذا هو الشيء اللي داروا المشرع الجزائري من خلال الانضمام الى مجموعه من المعاهدات الدوليه. يعني باختصار شديد في الشق الاول تكلمت لكم على التحقيق المالي الموازي، كان تكلم له الزميل في التشريع الوطني قال باللي من بين اهم التعديلات للقانون المشرع الجزائري عدل بها قانون تبييض الاموال 0501 هو إدراج هذا الإجراء الجديد الجوهري، أنه ما نقدرش نقوله ملزم ولكن من المستحب على رجال إنفاذ القانون سواء ضبطية قضائية ورجال القضاء، أنه لما ينطلق في التحقيق في وقائع مجرمة تتعلق بتمويل الإرهاب من المستحب أن يفتح تحقيق موازي، تحقيق مالي. وجوب الاعتماد على وسائل رقمية حديثة في مجال مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها. 4. رقمنة جميع المعاملات المالية وخاصة بمناسبة شراء وبيع العقارات وهي ملاذ تبييض الأموال المتحصل عليها من الجريمة. 5. التأكيد على الإسراع في تعميم عملية الرقمنة جميع القطاعات العمومية والخاصة ذات الصلة بكل المعاملات والمبادلات المالية والعقارية منها البنوك والضرائب والجمارك إلى آخره.